بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشوف العلاقه بين المعماري والانشائي والكهروميكانيكال في مظله البيم. تمام، دلوقتي اول ما بنبدا اي مشروع لازم نقعد مع بعض ونتفق هنشتغل المشروع ده ازاي. طب الحاجات بتاعت الانشائي هتبقى موجوده فين، هتبقى العلاقه بينها وبين المعماري، بنتفق على الحاجات ديت. ممكن في كل مشروع يختلف، نلاقي ظروف المشروع دوت، حجم المشروع وعدد الناس اللي هتشتغل فيه والناس المشروع ازاي، كل الحاجات دي بتحكم الموضوع. يعني دلوقتي ممكن يكون المشروع عبارة عن فيلا صغيرة وكل قسم هيخش واحد بس يشتغل فيه، يعني واحد معماري واحد انشائي واحد كهروميكانيكا. ممكن نقول خلاص يا اخوان هو ملف ريفت واحد في المعماري والانشائي والكهروميكانيكا، وده سهل على كتير جدا. ممكن نلاقي المشروع كبير فنروح قايلين لا ده كده في ناس كتير هتدخل تشتغل في المشروع، احنا محتاجين نقول مثلا ان هيبقى المعماري في ملف والانشاء في ملف والصحي في ملف والكهرباء في ملف. ممكن نقسم حتى الصحي لثلاث اربع اقسام، لو هي الملف كبير فنخلي مثلا الدرين في فولدر والووتر سبلاي في فولدر والفاير في فولدر والاريجيشن في ملف. فتلاقي الموضوع بدأ يتقسم على اساس ما نجيش في اخر المشروع ونلاقي المشروع ملف تقيل ومش عارفين نشتغل. تمام، طيب لازم يبقى في اجتماع ولازم نكون متفقين على هنشتغل ازاي وتقسيم الشغل هيبقى ازاي ومين اللي هيبدأ والحاجات دي كلها. تمام، طيب دلوقتي تعالى نتخيل ان احنا مثلا هنعمل مبنى، فاللي بيبدأ عادة مين؟ المعماري. تمام، المعماري هو شغال بيحدد شكل المبنى، وهو شغال بتلاقي ان هو بيحط حاجات من الانشائي وحاجات من الكهروميكانيكال. تمام، هو حاططها يعني مثلا ممكن يحط عمود من غير تفاصيل، يعني ال او دي 100، يعني هو ما يعرفش الانشائي بعد ما يعمل حسابات هيعمل العمود ده مثلا 50 سم في 70 سم ولا متر في متر، فهو بيحط عمود مبدئيا ويبعت للمعماري يقول له شوف، اللي يبعت للانشائي يقول له شوف انت عايز الابعاد كام، بيعمل الارضيه بتاعت ايه كذا مثلا. تمام، او السقف مثلا هيبقى سمكه قد كده، بعد كده يبعت للانشائي، الانشائي ممكن يعدل. طيب هو ممكن بقى الانشائي ده الحاجات دلوقتي الانشائي موجوده في ملف المعماري، فممكن الانشائي يروح قال له خلاص طب انا هسحب الحاجات دي عندي لينك، ولو في اي تعديل هقول لك عليها، وانا ابقى عامل كوردينيتور ريفيو بحيث لو في اي تعديل تظهر عندي. تمام، ممكن يقول له لا طب انا هنسخ الحاجات دي عندي، تمام، وبعد كده الغيها انت من عندك، وبعد كده اسحب انت الانشائي عندك، انت خده كوبي مونيتور. تمام، يعني دلوقتي المعماري كان رسم اعمده انشائي، فممكن الانشائي يقول له ايه طب انا هسحبها عندي واخليها عندي وانت الغاها من عندك واسحبها تاني، او يقول له خلي الاعمده عندك وانا هسحبها وعدل عليها ولو في اي تعديلات هقول لك عليها. تمام، فلازم بس يبقى في اتفاق، يعني كل الطرق صح بس حسب الاتفاق. تمام، يعني بقول لك كل مشروع بنقعد نتفق على ايه اللي هيحصل، هل المشروع ده يناسبه كذا ولا يناسبه كذا ولا يناسبه كذا. برضو مثلا الحاجات بتاعت الصحي، المهندس المعماري بيبقى ساحب او حاطط عنده، لان هو اللي بيبدا شغل، حاطط مثلا عنده القعده والحواض والشاور والحاجات دي كلها، بس هو بالنسبه له اللي او دي 100، يعني هو مش محتاج يحط الكونكتور، مش عايز محتاج يحط تفاصيل، هو محتاج يحطها بس 2 دي بحيث تبان شكل الحاجات، ومثلا لما يفتح الباب ايه اللي هيظهر، والقعده مثلا تبقى مش في اتجاه القبله، يعني في بعض القواعد هو بيحطها ويظبطها. طيب بتاع الصحي ممكن يقول له طيب انا خلاها عندك وانا هسحبها كوبي مونيتور، بس انا محتاج ان انا اضيف الكونكتور، فلما تضيفش فاملي غير لما تقول لي عشان احط لك الكونكتور اللي يناسبني انا، الكونكتور بحيث ان هو لما يعمل سيلكت عليها يقول له مثلا في ماسوره تخرج بمقاس قد كده ويبدا يرسم منها الماسوره. فلازم يكون عنده المعطيات ديت يقدر يضيف الكونكتور، يعني يقول له الفاميلي اللي عايز تحطها اديها لي قبليها، احط لك الكونكتور وابعتها لك. تمام، لان ممكن كل معماري محتاج عايز يحط حاجه شكلها حلو وشيك مش موجوده في مكتبه الصحي. برضو موضوع حاجه مثلا زي السيلينج، تمام، المعماري بيحاول ينسق الشكل، فبيبدا يحط شكل الديفيزورات، شكل اللايتنج، فدي لو فضلت عنده هو هتعمل لنا مشكله انا مش قادر اتحكم فيها، عايز احرك وبتاع، فممكن يقول لنا اخوانا هي الحاجات اهيت، وواحد واحد اللي ليه الاولويه يدخل يظبط بحيث ان محدش يقدر يعدل عليه، يعني مثلا اللايتنج يدخل يظبط اللايتنج بتاعته، وبعد كده مثلا التكييف يدخل
يظبط الحاجات ديت. تمام، ممكن نتفق مثلا برضو نفس الفكرة، الحاجات دي هتفضل عند المعماري، صعبة جدا انها كلها تفضل عند المعماري، لا المفروض مثلا حاجات زي كده كل واحد ياخد الحاجات عنده، يعني بتاع الكهرباء ياخد اللايتنج، بتاع التكييف ياخد الديفيوزر بتاعته، بتاع الفاير فايتنج ياخد السبنكرات، ويبقى في ملف معين فيه الكوردينيتور وفيه كل الحاجات مسحوبة، بحيث نبقى شايفين كل واحد بيحرك ايه، ونبدأ ننسق مع بعض بحيث ان ما يبقاش فيه تعارضات. تمام، ارتفاع الحاجات ديت بتبقى كويسة جدا وتسهل علينا الشغل، بدل ما في الاخر كل شوية نلاقي فيه مشاكل وفي حاجة فيها تعارضات ونروح المحاكم والاقسام والحاجات ديت. لا، يبقى متفقين مثلا من الاول، لا اللي مسؤول عن كذا القسم الفلاني هو اللي يعمل كذا، المعماري كده كده هو اللي بيبدأ الشغل، فيبقى هو يحط عنده كذا 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 وانا هسحبها منه في المرحلة الفلانية. يبقى احنا مثلا بنتكلم ايه اللي هيحصل في اخر المشروع، احنا لسه ما بدأناش، بس قعدنا مع بعض اجتماع واحد وحددنا خلونا في المشروع ده هنمشي كذا كذا كذا، والمسؤول المهندس فلان الفلاني، واللي هيسحب الحاجات ومسؤول عن التنسيق فلان الفلاني، ولو حصل مشكلة يبقى يروح فلان الفلاني، يبقى في تنسيق وفي اتفاق على كل حاجة، بحيث ان احنا ما نرجعش نتخانق مع بعض.